la gêne, pas de problème. On a besoin de la gêne. Oui. Allez, on va chercher Iran. Et tu vas dire, oh, j'ai une. Ici, je vais en sortir. D'accord. On va capter pour Gaza aussi parce qu'il paraît qu'il se passe des choses bizarres là-bas. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حتى كدوا تميزوا من القائد إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أو لم ير الذين كفروا من السماوات والأرض كانت ورد عنهم يوما ça consiste à faire quoi? D'accord. Qui sont en train de réagir? فطرة الله التي فطر ها؟ ويتشاس فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا Et donc ils ont fait quoi sur ce qu'ils observent? Ah. Comment? Qui vous fatigue? مرأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أول قلنا صلاة ونسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ففتقنا وما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض اللهم نور السماوات والأرض وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلوا هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنياناهم من القواعد فأخر عليهم السقف من فوقهم اللهم نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي فأنت لله رب العالمين أشرك الأخوة بذلك أمرت. Vous souffrez pourquoi? Vous n'arrivez pas à manger les cadavres. Et pourquoi vous n'arrivez pas? Allez, on va vous aider. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس. Les soldats israéliens. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وقدمنا إلى ما عملوا. كما؟ أوكي. Vous n'êtes pas encore musulman. Oui, il faut devenir musulman d'abord. قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ها؟ نعم زبي بوكو غاني. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا مكنا له في الأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وحرمت عليكم الميتة براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سلام. D'accord. On va demander à voir quelques musulmans qui combattent à Gaza pour voir leur situation. الله نور السماء. الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فاستنى أكثر كده. Quelle est la situation à Gaza? Très bien. الحمد لله. D'accord. Oui. Alhamdulillah. Il y a encore des mécréants qui vous combattent? D'accord. D'accord. On va chercher les espions et ceux qui préparent des contre-attaques un peu partout dans le monde. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 اتأكد تميز من الغيظ يوم تبلى السرائر يوم Thank you.
you are big. Je crois qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont éparpillés. Donc, est-ce qu'il y a encore des djinns là-dedans? يوم تبلسرا إرو 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 يوم تبلسرا يوم تبلسرا إرو يوم يوم تبلسرا إرو 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 يوم تبلسرا يوم تبلى السرائر 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 ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات فترنا سعد على تبديل لخلقنا فترة الله التي فترنا سعدها على تبديل لخلقنا فترة الله التي فترنا سعدها على تبديل لخلقنا فترة الله التي فترنا سعدها على تبديل لخلقنا خلقنا صلاة كما الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Vous voulez rester comme ça? Donc vous allez tous en enfer. هذه جهنم التي كنتم تعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به سيتي أحاها وي إلي مور حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءتكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هو لم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانت رقا فبتقناهما أبو كواي كوا هنا حبي ما هو كواسنا كل شيء إسرائيل Donc ça c'est gâté. D'accord. جاءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. موسى. خالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعثوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بعثوا من الله ورسوله إلى حياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين قرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللهم نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الصلاة في زجاجة
حركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعك. Comment? Non, mais tu peux mourir, partir en enfer, hein, ça ne nous dérange pas. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير اللاعبين، برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. اللهم نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري. C'est bon? C'est bon la lumière, c'est bon? اوكي. فكش يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة. وين هات مطلوب؟ Je vois qu'ils vont dans la séance. Ouais. Ils ont pas été massacrés. Ils ont pas été massacrés. السماوات والأرض مثل نوره كمثلة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يخرج زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور يهدده لنوره من يهدم، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الله بكما وإذا قاد شيء له كن فيكون. اللهم نور السماوات والأرض وكان حقا عز نصر المؤمنين، تأكدوا تميزوا من الغيظ، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم. Donc voilà mes frères, c'était le témoignage des djinns sur l'affaire de Mohammed al-Muqassim et lui sur les préparatifs imminents, d'après ce qu'ils disent de Dajjal. Ils ont dit 3 ans, je ne sais pas,
Allah Ta'ala a'lam, on verra. Et qu'Allah nous aide et nous guide. L'essentiel est de tenir à notre religion. Nous avons des bonnes nouvelles sur Gaza du côté des jeunes musulmans. Qu'Allah nous aide et nous devons tous prier puis aider comme nous pouvons et nous réveiller dans nos pays, et réveiller nos frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.